رفعت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة رأس الحكمة مع الإمارات. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب صفقة رأس الحكمة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتجديد السياسة النقدية فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. صفحة جديدة يسطرها الاقتصاد المصري بنجاحات نالت ثقة المؤسسات الدولية المختلفة وترجمتها لإشادات متتالية تكتب فصلاً جديداً في مسيرته عنوانه النمو المرن والصلب، فصل يأتي بعد نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز تحديات أزمة النقد الأجنبي التي مر بها مؤخراً، معلناً حقبة جديدة ذات آفاق أرحب وطموحات أكبر نحو استدامة واسعة النطاق وتنافسية وريادة إقليمياً وعالمياً. فوفق جهود مستمرة تبذلها الدولة لتعظيم المكاسب الاقتصادية في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي مختلف الأبعاد، جاءت خطوات توحيد سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب بما يقضي على السوق الموازية للعملات الأجنبية ويخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ومع اتجاه مصر لتعزيز ثقة المستثمرين في قوة وصلابة الاقتصاد، تكلل هذا المنحى بصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة من خلال جذب استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار بشكل عاجل، مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة. كما وقعت مصر اتفاقيات عدة لجذب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد، وهو ما وفر لمصر موارد دولارية مستدامة. الإجراءات الأخيرة قابلتها ردود فعل إيجابية من أهم المؤسسات الدولية وأبرزها صندوق النقد الدولي، والذي أكد أن الإجراءات الاقتصادية في مصر خطوة قوية تهدف إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد تحدده السوق والحفاظ على القدرة على تحمل الأعباء واستعادة استقرار الأسعار. وفي ترجمة عملية لهذه الثقة، وقعت مصر اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، وذلك بقيمة 8 مليارات دولار. وكالة فيتش وموديز للتصنيف الائتماني كانتا مواكبتين للتطورات الاقتصادية في مصر أيضاً، إذ رفعت كلتاهما النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب. يأتي ذلك فيما أوصى بنك جي بي مورغان في وول ستريت بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام. كما أكد بنك جولدن مان ساكس أن الإجراءات المصرية تزيل قدرا من المخاطر عن المستثمرين الذين يحتفظون بالأصول، بما سيعني تدفق المزيد من الأموال وانعكاس الأمر على صلابة الاقتصاد بصورته الكلية. إلى ذلك، يمضي الاقتصاد المصري في طريقه التصاعدي رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر والعدوان على غزة وتداعياته الاقتصادية على العالم بأسره، ليثبت يوماً بعد يوم أنه حائط صد منيع أمام أي أزمات حالية أو مستقبلية. تبلغ مساحات القمح المنزرعة بمحافظة المنيا نحو 216 ألف فدان وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة. ومن خلال صومعة مطحن نبرتيتي بالمحافظة تم استلام 102 ألف طن قمح حتى الآن، حيث يتراوح معدل التوريد اليومي بين 11 و 13 ألف طن. في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، بلغت مساحات القمح المنزرعة بمحافظة المنيا نحو 216 ألف فدان وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة. شايفين إن في إقبال شديد من الفلاحين ومن الشركات اللي في توريد كمية الأقمح السنة دي. إحنا وصلنا في أيام موسم في أثناء الذروة،
ل 3400 طن يومي. ومن خلال سنابل الخير بصومعة مطحن نفرتيتي بالمحافظة تم استلام 1000 طن قمح حتى الآن، حيث يتراوح معدل التوريد اليومي بين 11 و13 ألف طن بمتوسط 12 إردبا عن كل فدان. ومن المستهدف توريد 388 ألفا إلى 400 ألف طن بالمحافظة مع نهاية الموسم. وتعد المنيا ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية في إنتاج القمح، حيث وردت قمحا خلال الموسم الماضي بكميات بلغت 500 ألف طن، نظرا لوجود 44 نقطة استلام وتجميع بالمنيا بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 504 ألف و100 طن، منها 305 ألف طن موزعة على 6 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. الصومعة طاقتها الاستيعابية 25 ألف طن، لحد امبارح احنا بادين الصبح النهارده على 18 ألف وكسور. زي ما انتم شايفين الحمد لله موسم التوريد موسم مبشر واقبال كبير من الاخوة المزارعين. طبعا الحمد لله السعر ممتاز جدا والناس كلها راضية. محافظة المنيا تعد المحافظة رقم 2 على مستوى التوريد. وتمتلك شركة مطاحن مصر الوسطى 4 مواقع استلام بالمحافظة بسعة إجمالية تقدر 46 ألف و200 طن، فضلا عن 34 موقعا تابعا للبنك الزراعي بسعة إجمالية تقدر 152 ألف و900 طن. مديرية تموين المنيا استعدت لاستقبال موسم توريد القمح 2024 ب 44 موقع لاستلام الأقماح موزعين على دائرة المحافظة بجميع تشمل جميع المراكز، ووصلنا لمعظم القرى، وذلك من ضمن إجراءات تسهيل على المقدمها الوزارة للفلاح والموارد الأقماح، بحيث ان احنا كده بنخفض التكاليف تكاليف النقل وبنسهله عملية النقل. صوامع القمح خطوة اتخذتها الحكومة المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتأمين الاحتياجات الغذائية. دخلت اليوم اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى حيز التنفيذ بشكل كامل. الاتفاقية التي تم تطبيقها مؤقتا منذ عام 2012 ساهمت في ارتفاع إجمالي التجارة المشتركة بشكل مطرد من 8.7 مليار يورو في عام 2012 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 22 مليار يورو في 2023. ومع دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ سيتم تعميق هذه العلاقة ذات المنفعة المتبادلة، بما يتيح المزيد من الفرص للشركات والمجتمع المدني على كلا الجانبين. منحت المفوضية الأوروبية تقييما أوليا إيجابيا لطلب فرنسا صرف الدفعة الثالثة من أموال مرفق تعافي والقدرة على الصمود بقيمة 7.5 مليار يورو. وأكدت المفوضية أن فرنسا قد أكملت بشكل مرض شروط صرف الدفعة الثالثة والتي تغطي المعالم والأهداف الأولى لخطة فرنسا في تعزيز وتطوير قطاع الطاقة لديها وغيره من القطاعات الأخرى. أكدت الوكالة الكندية لفحص الأغذية أنها شددت قيود الاستيراد على الماشية الأمريكية بسبب مخاوف من فيروس إنفلونزا الطيور، وزادت المخاوف في الولايات المتحدة من انتشار الفيروس بين الحيوانات والبشر مع ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى بين قطيع من الماشية المنتجة للألبان في 25 مارس الماضي، وحالة الإصابة البشرية الثانية خلال عامين في الأول من إبريل. ومنذ عام 2022 أصابت إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة أكثر من 90 مليون دجاجة وأكثر من 9000 طائر بري و34 قطيعا من الماشية المنتجة للألبان.